جوان، تعرف انه العم وهاب تذكر الكلب بيبي؟ هو كمان ضربته سيارة مو هيك؟ وبقي يمشي بدولاب على رجليه الورانيات لمات. نحن كنا السبب بالإعاقة اللي صارت عنده مو هيك؟ لا مو هيك جوان، هاي كانت حادثة. أنا متذكر منيح، واليوم اللي بعده كان عنا حفلة ظهور. كنا أنا وإياد عمرنا 7 سنين وحسان كان عمره 9. أنا كان عمري 5 سنين وشوي مو هيك؟ بوقتها كنا لابسين كفوف بإيدينا وكان معنا عصاية، ومشان تكمل كنا حاطين طوائي كمان. كنا مسميين حالنا الفرسان الثلاثة، ومرة كنا عم نلعب برا وكان معنا بيبي الصغير. إياد لما شاف باب السيارة مفتوح قال خلينا نطلع، بس حسان ما رضي وقتها، قال بابا رح يتضايق. بوقتها حاول يمنعنا بس أنا وإياد ما ردينا، وصرنا نقله أنت واحد جبان. كنتوا صغار وقتها، مانك متذكر كتير؟ لا كان عمري 7 سنين ومتذكر منيح، حتى أني مو نسيان ولا لحظة، وقعدت على كرسي شوفير. وحسان؟ كنت عم ألعب مع بيبي، كان في معنا طابة، كان بيبي عم ينط وعم يمسك الطابة ويجيبها لعندي، بس آخر رمية ما قدر يمسكها، صارت الطابة تحت السيارة. ما انتبهنا أنه إجا بيبي. حسان كان عم يعيط لنا وهو عم يصرخ كان جاي باتجاهنا، وبوقتها إياد نزل فرام الإيد وبلشت تمشي السيارة شوي. بتذكر صوت الأنين اللي سمعته، واللي صار بوقتها أنه نحنا ركضنا لعند بيبي بعد ما اندعس بالسيارة، كنا خايفين وفكرناه ميت. طلع مو ميت. حسان نادى للجنايني وأخدوا بيبي وركضوا على المستشفى، ووقتها قال لهم ضربته سيارة بالشارع. طيب وبوقتها بابا شو سوى معكن؟ ما صدق القصة بس ما حكى معنا شيء. عماد. نعم حسان بيك. روح على بيت عزام بيك، عطي هاد لسمر خان. تحت أمرك حسان بيك. أمي كأنه أنت بلشتي تحبي سمر ولا أنا فهمان القصة غلط؟ أنت بتعرف أنه الحب بده وقت، مزبوط ولا لا؟ طبعا مزبوط، الحب كتير صعب أنه يخلق هيك فجأة، بيبين شوي شوي وبعد العشرة. تعود ابني. صباح الخير. صباح النور. بتحب صبلك شاي؟ لا شكرا أدرية. اكل لك شي كم لقمة لك ابني. عمتي. حسان حكيت شي مع سمر؟ روحي. شو ما عم تسمعني؟ انت لازم تروح وتحكي معه. امي بترجاكم لبقى تتدخلوا بحياتي. لا تتعب حالك حسان، ما رح يتركوك بحالك ابدا. قلت له العماد ياخذ لهم السيارة، بجوز تحتاجها. ايه هيك بيكون احسن. من ورا حسان وسمر صرنا بعاد عن بعض. مو قلت لك لا تحكي عن مشاكل البيت مها؟ لا تعكرينا مزاجنا كرمال الله. يلا حبيبي كون هاللقمة هلا ولا تعصب لحالك. مو شايفه في وحده بايدي؟ شو شايفتيني غول؟ صار لي سنين عايشه بحسره الولد، مو حرام تعمل هيك؟ بلشنا؟ أنا قلت لك إني ما رح روح، أنا ما رح روح. هبلة. سمر خانم موجودة؟ إيه موجودة جوا، نادي لك إياها؟ لا، أعطيها هاد إذا سمحت. إلا بعتهم حسان بيك والسيارة صارت قدام باب البيت. صهري بعت مفتاح السيارة. شو؟ قال إنه السيارة صارت قدام الباب. عماد رجع المفاتيح لحسان وقل له أنا ماني بحاجته. أهلا وسهلا مزن خانو. مرحبا يا روحي، شلون صرتي عمري؟ الحمد لله. تفضلي. كيف
كيفو حسان مزن خانوم؟ مانو مبسوط بالمرة. شوفي شو صاير معه؟ بصراحة بلا ما تعرفي أحسن. لو سمحتي مزن خانوم، ما بكفي إني أنا ما عم أقدر شوف وشو؟ بترجاكي لا تخليني خاف عليه. الوضع صاير مكهرب بين حسان وسمر، وسمر راحت على بيت أهلها. يعني انفصلوا عن بعض؟ حسان متضايق كتير، يلي صار قهره من جوا. عن جد طلع حسان بيحب لسمر كتير، وأنا انتبهت على هالشي. بدي أطلب منك إنه ما تتصلي بحسان هالفترة مشاني. أنا مستحيل أعمل شي بزعله، ما رح أحكي معه. دور، مو حابة إني زعلك مني، بس اسمعيني، لازم تتقبلي إنه أنتي مالك مستقبل مع حسان، بس تأكدي منيح إنه هذا الولد ابننا كمان، وإذا احتجتي أي شي رح نكون أنا وحسان معك. إن شاء الله يا بنتي بيجي يوم بتلبسي هالفستان الأبيض. أنت بتعرف ماردين؟ وات؟ مو وات، ميديات. بتعرف إنه يوسف، تعال شوي. تفضل قلي. إجا وقت رحيلك يوسف. أعطيني بوس إيدك على هالخبر. إمتى رح نمشي؟ على الأكيد بكرة بيجي الخبر، ما رح أضل هون أكتر من يومين. الباخرة جاهزة، جهز حالك، ما بتعرف إمتى رح تمشي. ماشي معلم، شكراً كتير. عفواً. بشوفك بعدين إذا صار معك شي. الله معك، مع السلامة. لك جيجي، الباخرة صارت جاهزة يا أهبل. وات؟ لك رح نروح، رح نروح، الباخرة جاهزة. شو ما حدا عم يفهم منكم؟ وات أيتك نبعت حاجة بربير، والله ما عم أفهم عليك. ما بيجي معك ترجمة من تحت جيجي؟ وات؟ وات وات. سكي، شو هاد كمان؟ معقولة ما عرفتي شو هاد؟ مذكري الدكتورة مديك الشغلة. شو؟ لك شبك ليش عم تجدبيها؟ صار لك أسبوع عم بتنقي فوق راسي مشان هاي الشغلة. إيه؟ يلا خديها. حبيبتي لك طولي بالك، رح تكبي علي. إيه؟ يلا خديها لعندهم، وأنا رح فوت أعمل لي حمام مي باردة مشان اتنشط، يعني بتعرفي انتي. يلا بسرعة روحي. هالجوازة ما بلشت على خير، بس انتو اتنين اللي خليتوها تكمل. معقول تكون عين وصابتكن؟ انتو كنتو اللي تصلحوا كل شيء، ليش هلأ ما عم تقدروا تحلوها؟ مبين انه نحنا ما عاد فينا نصلح شيء. اخوكي هلأ او بعدين رح يقبل بالصلحة. في شي مشكلة تانية بنتي؟ قولي لي مشكلتك، بلكي بلاقي لك شي مخرج. اذا بدك انا بحكي مع حسان. لا امي لو سمحتي. ألو. مرحبا سمر، عائشة عزمتنا اللي عندها، شو قلتي؟ ماشي، رح جاهز حالي وإجي. أنا بدي أطلع ماما. لك يا ابن الكلب. خلاص رأوف فيك. اتركيني أنا برجيك. اصحكت لي إنه مات عميوها. طابو هرب من عندي.
شو انت عم تمزح؟ صدقني انه هذا اللي صار. الكلب طاب وهرب ومانه موجود هون. شلون هرب؟ لوين راح؟ اكيد راح يروح لعند صاحبه. طيب عمي وهاب بحاكيك بعدين، مع السلامة. بيجو تعال عندي، تعال عندي حبيبي، تعال. وين كنت قلي لك؟ وين كنت؟ لا تكون عم تمثل علي، مثلت علي انك رح تموت مو هيك؟ يا ملعون. تعا حبيبي، تعا تعا ميجو، تعا تعا حبيبي تعا. بدور خانوم جبت لك حبة الفيتامينات. حسان اتصل شي؟ لا ما اتصل. اعذرني شو ما حكيت، كل يلي قلته كان صحيح. انت اخي وما برفع صوتي عليك ولا بعملها، بس اسمعني هلأ شوي. عم بسمعك نزار. اخي انا اخذت نصيبي، لو ما كانت سمر متدخلة كان رؤوف الحقير شوه سمعتنا قدام الناس. سمر علمتنا شي ما بنعرفه عنها. فعلا، لحتى رؤوف يترك سمر بحالها ويسمح لها انه ترجع على بيت زوجها، انا قدمت له النادي. أنا بعرف هالشي نزار، بس برأيك رح يقبل ولا شو؟ لازم يقبل لأنه مضطر، بس أنور ربط لي إيدي ورجلي، عم يقول ما أنه موافق. كيف ما أنه موافق؟ أنا بعرف كيف خليه يوافق. أنا هلأ ما بيصير إني أنصحك أبداً أخي، بس واضح إنه هالقصة ما بتنحل بالزور. أنور مهتم بالنادي فوق ما بتتخيل، لازم نجبر خاطره. أنا حاولت بس ما قدرت. فهمت عليك نزار، تأكد بأنه أنا رح كمل الباقي. الله يخلينا ياكي يا خانم. طول بالك، شو عم تساوي أنت؟ شو شايفني كبيرة كل هالقد؟ لا توخزينا يا خانم، بس والله ما فهم عليكي. مو مشكلة. كيف المدرسة رغدة؟ خلعت الأولى بالقراية. كانت كتير خايفة أنك ما تجي. معقولة أنتو تقولولي وما أجي لعندكم؟ بس ما تكونوا سبقتوني وأكلتوا. معقول هالحكي بنتي؟ أكيد عم نستنى حضرتكم، تفضلوا. يعطيك العافية، قلت لك تأكد إنه ما رح يموت. فعلا معك حق. كيف صارت هالمعجزة؟ هاي مو معجزة أبدا، هذا إيمان. أنا شفت أمل صغير وكان لازم حاول معه. صار لازم اعتذر منك. ما تعتذر، بكفي إنك ما تتركه لحاله مرة تانية. كان عمره شهرين لما لقيته بالشارع، كان متصاوب، معدته كانت رح تدوب من الجوع. كان مبين عليه إنه أليف، بس يا ترى شو كان عم يعمل بالشارع ما كنت بعرف. وكأنه شي كلب كبير أو شي ديب كان عم يلحقه، ومشان هيك إجا لعندي. أنا بهالحياة مبعد عن شغلتين غاليين، التنتين غصبا عني، وميجو كان رح يصير الثالث. لا تسألني عن الباقيين. شوفت عينك تأقلمنا مع بعض، صار رفيقي وصاحبي، صار رفيق دربي كله. كنت أقول ما بيفرقنا غير الموت، وإذا شفت الموت عم يقرب على ميجو رح أتركه لأني ما بتحمل. أنا ما بحب الوداع وما فيني عليه. أنت اللي أنقذته، صار إلك صدقني، خده من هلأ معك. يا ريت لو بقدر أخده، أنا كتير محتاج لهيك رفيق بهالفترة. بس هو ركض وإجا لعنده. ميجو بيعرف مين رفيق. ألو نسرين، ماشي جاية. يلا على إذنك،
صار لازم روح ميجو. أكيد منلتقى. صار فين كتير على الأكل، ما كان في داعي لكل هالشي، كان بكفي الموجود عندكم. بدك تسامحيهم هالمرة، كل اللي شايفينه قليل على اللي عملتوه معنا. ليك أنا شو لقيت خالي سمر؟ بدي قص الصورة ولزقها بدفتري. أنت منيحة سمر؟ ليش ما أجا عمو حسان معك؟ في عنده شغل كتير مشغول هالفترة. أنا ما فهمت شي من اللي مكتوب هون خالي سمر، شو يعني تقاليد؟ خير عم يوجعك شي؟ الولد عم يرفسني، بدي احكي مع حسان فورا. الو بدور، ان شاء الله ما في شي. حسان الولد عم يتحرك. هاي اول مره بصير معي هيك شي. انا كتير مبسوطه رجع يتحرك. وعم تتوجعي شي؟ لا بس شعوري كتير غريب، ما بعرف شو بدي اقلك، كانه عم يلعب جوات بطني. أنا بعتذر، كنت فرحانة كتير وحبيت خبرك. باي. في شي فتون خانم؟ فيك تاخدني على شركة ابن عمي؟ شو ما في أهلا وسهلا لأبوك؟ حسب لشو جاي أبي. أنا ضروري أحكي معك يا أنوار. ما في داعي تتعب حالك بابا، أنا بعرف شو بدك تحكي. أنا عرضت حياتي للخطر بشان هالنادي، مستحيل أتركه. ما تأكل هم، أنا ما جيت لحتى خليك تتخلى عن النادي. أنا حياة ابني غالي علي، وبالنسبة إلي أول شي بيهمني هو أني حافظ عليك وعلى أخواتك. أنا فهمان عليك يا أنوار، ومعك حق تزعل مني، بس هلأ الوضع تغير. لأنه عمي نزار خاف من رؤوف تغير الوضع كله، مو هيك؟ نحن عيلة يا ابني، إذا نوجع واحد منا كلنا منتوجع. تعرف حسان اضطر يترك مرته مشان هالقصة. يعني مفكرني ماني زعلان على هالمشكلة اللي صارت؟ أنت لازم تعمل اللي عليك يا ابني، فكر شوي وعمل اللي بدك إياه، لا تستنى مني من حدا. أموالي وملكي كله على حسابك. بابا الموضوع مو مصاري. بعرف يا ابني، ورجاءً حاول إنك تفهمني، وإذا رح تاخد قرار هالمرة لا تنسى عيلتك أبدا. أنا بوثق فيك كتير. نورهان خانم، نحن ما بدنا منك تكوني مسؤولة عن شي، يعني ما في داعي تحضري الاجتماعات. شو هالحكي لك ابني، أنا كمان مسؤولي مثلكن. معناتها على اعتباري رئيس مجلس الإدارة رح أطلب منك كم شغلة هلأ. انت بتأمر يا حسان بيك. ما بيصير تحكي بالاجتماعات، وما ضروري تسجلي ملاحظات. الله يسامحك، شو فيها اذا حكيت شوي حسان؟ مرت عمي، هذا الشغل كله جديد عليك، وفي شغلات ما بتعرفيها، مشان هيك ما تعذبي حالك. خلص رح خفف حكي حسان بيك. قبل ما نبدأ بهالاجتماع بدي اذكركم بشغلة. المبدأ الاساسي بشركتنا هو الوضوح والصراحة، ما في مكان عنا لللف والدوران، والكل بهالشركة لازم يكون ضمن القانون. نحنا ما لازم نسامح اللي رح يشتغل بالرشوة أو المحسوبيات، وما بدي أي حدا ينسى هالحكي.
بعد هالتذكير القصير تعالوا نرجع على الشغل. أنا شيكت على حسابات آخر 6 شهور. شركتنا كل ما عم تكبر، ومشان هيك بدي أشكر كل واحد إله فضل، ومن هلأ ورايح لازم نحافظ على هذا المستوى. صار وقت صيانة الشاحنات، بلشوا بالإجراءات اللازمة رفعت بيك. رح أبعت العروض لعند حضرتك حسام بيك. لا تطلع فيني هيك حسام بيك، صرنا كم ساعة قاعدين وما أكلنا ولا لقمة، حرام عليك. نورهان خانو، قلتلي ما تحكي وما حكيت، صار لي كم ساعة ما فتحت تمي، لا تنسى هالشي. حتى كل الشباب تعبوا، ولأني وعدتكن لهيك فقت من الصبح وعملتلكن برك. ممكن تحط هالصحن هنيك؟ أول شي لرئيس الإدارة. خدي هاي لهنيك، حسام بيك بحب اللي فيها قشطة. معناها لازم هلأ بما أنه ما حدا إجا أنت اللي تروحي سمر، صهري بيكون عم يستناكي على نار. ما اتصل فيني أبدا، حسان خلص نسيني، لهيك أنا ما عاد يهمني. أكيد بس يتفقوا على النادي رح تنحل. أخي رؤوف ما رح يقبل، متأكدة. بترجاك أخي حسان لا تزعله، أنا حاسة أني سبب المشكلة، سمر ما كان عندها حل تاني. بعرف فتون، في شي تاني عندك؟ هي عملت كل هالشي كرمالي. ماشي فتون ما تاكلي هم، المشاكل اللي بيناتنا ما لها علاقة فيكي. أنا كنت حابة أنك تعرف، إذا أنت ما سامحت سمر رح تضل هنيك. شو ما بدك تسامحها؟ أنت الوحيد اللي بتقدر ترجعها. روقي شوي، أبوكي والكل عم يحاولوا يحلوا القصة. كلياتكن هون؟ ليش معزبين حالكن؟ كل شي جاهز رؤوف، النادي إلك، امضي هون وبتخلص القصة كلها. يلا لشوف يا ابني، ساوي اللي بيليق فيك. شو بسرعة بعتوا أصلكن ونسيتوا عاداتكن وتقاليدكن؟ داري انتو ما بتعرفوني، أنا رؤوف جعفر ابن ميديات، ما بساوي مع العرضي وشرفي لو شو ما بده يصير يصير. ما حدا بالدنيا بيقدر يدفع ثمن شواربي ودقني. رؤوف بيقولوا عود أعوج وأحكي جالس. أنا حكيت كتير بابا بس بكفي، أنت رميتني مشان هالكلاب. رؤوف اهدى نزار، أنا لا بتهمني مصرياتك ولا الصلحة بيناتكم، بيقولوا اللعبة بتنزع اللعبة، بكفي حكي، سمر ما رح ترجع لعندهم. رؤوف لا تعذبني أكتر من هيك، وقع وخلصني. شرف عيلة شحفار مو للبيع بابا، الدم هو الحل الوحيد. نزار نزار، انت مو بدك تحلها؟ ليكني هون، لا تطول القصة، يلا امسك وقوصني. بدك دم؟ هي انا قدامك. القصة مو سهلة كل هالقد، انت رح تموت 1000 موتة يا نزار، رح تندم على كل شي كل شي. ما قبل رايح شوفهم.
اجي معك؟ لا ما في داعي. ميجو عم يقول لي انه انت لك علينا فضل كبير، لهيك لازم نعزمك على العشاء. شو الظاهر ما انبسطتي بشوفت اخوكي؟ شو بدك تحكي قلي؟ وصلك خبر اني ما قبلت بقصة النادي؟ ما بقى في شيء اسمه صلحة. كنت بعرف انه ما رح تقبل. منيح بتعرفي هالشي سمر. انتي رحتي عروس لعندهم مشان يوقف الدم، وهلا بدك تضلي ببيتك مشان ما يرجع يبدا، والا انتي رح تكوني المسؤولة. ما حدا بيقدر يوقفني ابدا. رؤوف، طعني طعني قوية بقلبي. أنا ما عم بقدر أنسى فضلك علي يا حسان. يا رجل أنا السبب بكل شيء، أنا اللي ضربته بالسيارة. خلينا ننسى هالقصة هلأ. كل يلي بيهمني إنك رجعت ميجو من الموت. هلأ أجا دوري. اللي شو بقدر أعمل لك؟ حابب إني رد لك هالجميل اللي ما بنساه طول عمري. أنت ما بتقدر تساعدني بشيء أديب، بس جرب تعطيني فرصة صغيرة. ميجو، شو فينا نعمل مشان هالزلمة؟ اللي حبيبته تاركته ورايحة وبقي لحاله. يلا اللي ميجو، يلا احكي معنا، يلا. إذا ما زبطت سمر بتزبط شيرين، وإذا ما زبطت فادية بتزبط زينة، إلا ما تزبط لشي وحدة. الحياة ما بتوقف عند حدا أبدا، بس أنت عم تقلي إنه ما في حدا بيعبي محل سمر. أديب، سمر ما بتشبه أي حدا. ما بتشبه حدا أبدا؟ الظاهر صاحبنا مجروح والجرح واجعه كتير. حتى مزن خانو ما تغيرت معي. مو انت بدك اياهم يفترقوا؟ هاي صار مثل ما بدك. بس حسان لساته بحبها لسمر. الحقيقة انا حاسة بهالشي، بس برافو عليكي، ما عملتي شي مشان تنزع زواجهم، ومع هيك علاقتهم صارت تدهور. يمكن كان معك حق، حسان ما التقى بالشخص اللي بيناسبه. كل شي تغير هالفترة، انا ما عم بستنى حسان مثل قبل. كل اللي بدي اياه هلأ اني اولد ابني بالسلامة. ماني حابة يصير رفقات أنا وياه، وماني مستنية منه أي إشارة سارة. بعدين أنا كيف بدي يصير رفيقة واحد كان حبيبي؟ إذا عن جد بتحبيه لازم تستني. إيه أنا حكيت كل شيء، إجا دورك هلأ. شو بدي أحكي يعني؟ يعني بس منشان خفف عليك شوي، صلي ساعة عم أحكي ولساني ما فات لحلقي أبدا. شو صاير؟ اللي شو ساويت معك مرتك؟ ما في شي لحتى احكي لك يا. لازم تبعد عن النسوان كلهم، واذا مضطر عليهم لا تقرب الا اذا كنت بحاجتهم. سألني الي. الظاهر انه في حدا مزعلك كتير. لا تدخلني بهالموضوع. معناتها بلا ما ندخل سمر، صحيح انا عم عيش شوية مشاكل، بس هاي المشاكل دايماً بتنحل لأنه ما أنا قضايا كبيرة، هاي خشونة بالحب مو أكتر.
أنا لسه بحبها وهي كمان بتحبني. شينا من الحكي كله هلأ خلاص. أنا اللي بعرفه أنه المرأة مثل الصقر جاهزة دائما إنها تخرمشك. إذا حطت مخالبها بقلبك ما رح تتركك لحتى تموت. وإذا الواحد ما قدر أن يبعد هالمخالب عن حياته ما رح يقدر يعيش أبدا. ساعتها بتصير تتوجع وكأنها وجبة يومية. هذا الحكي ما بينطبق على سمر، ما تزعل مني. إذا أنت هيك قلت منقول إن شاء الله، مع أنه مبين عليك مجروح كتير صدقني. شو رأيك نسكر هذا الموضوع؟ مثل ما بدك رح نسكره. أصلاً هلأ أو بعدين رح تقتنع. أنت مجروح ورح ينزف جرحك بزيادة. لا مو لهالدرجة، لا تكبرها. إلا ما يطيبها الجرح. سمر هي دواي، لما بتكون بعيدة بكون مريض. لا بقى تحكي هيك أبداً أبداً. عداوتك للنسوان رح تقتلك. سمر هي حياتي. قبل أنا ما كنت عايش صدقني، وأنت كمان لاقيلك حدا تعيش معه. تعرف يا أديب، أنا بعد شهرين رح أصير أب. لو كنت حاكي من الأول هالكلام ما كنا نشفنا ريقنا معك. أنا ما عندي أي حكي على المرأة اللي بدها تصير أم. ابني اللي بده يجي مانو من سمر يا أديب. هي هي كل المشكلة. جوان بيك انت منيح؟ منيح أدرية. عيب اسألك بس شو عم بتساوي على الأرض هيك؟ عم حاول اتذكر شو معنى انه الواحد يتمدد على الأرض. ليش انت بعدك هون؟ ليش ما عم تروح لعند مرتك لهلأ؟ يلا روح، قوم روح لعند مرتك. يا ريتا لو كانت هون، لو كانت معي، شو كان بدي اكتر من هيك؟ تسكري لو سمحت. أنا بكون صديق زوجك يا خانم، لازم شوفك ضروري كرمال حسان بيك. فيني أخذ عنوانك؟ حسان صاير له شي؟ حسان منيح، بس إذا أنت بتجي بتحكي معه بيكون أحسن. ما حدا غيرك بيقدر يحل هالموضوع كله. حسان لهلأ ما رجع. أنا كتير خايفة عليه حسان. الله يخليك اتصل فيه. قال رؤوف شافه، كان رايح مع صاحب هداك الكلب. الحقيقة أنا عم فكر بعزام، الزلمة نهار. لو كان حدا من ولادي عامل هيك. الله لا يقدر. أنت ولادك مربيين، ولادك إلهم قيمة غالية كتير. يعني هلأ شو بده يصير؟ عزام بيك شو بده يعمل؟ رؤوف تجاوز حدوده وما حدا عم يقدر يضبه. يلي بعرفه أنا عن عزام إنه مستحيل يتركه يعمل هيك. ارفعوا ايديكم، أنا ما دخل لحد يتحرك. خليكم حدا صدقوني انه مدعي يا جماعه. لا والله ما حدا يتحرك. جيجي لفوق، جيجي فوت، ايديك لفوق، واقف عندك ولا تروح. لوين رايح؟ جيجي من هون، لا تتركهم يهربوا. اركض لهون، واقف واقف ولا عندك ولا لك، واقف واقف ولا بطلق النار. واقف عندك ولا لك، واقف ولك واقف.
يلا جيجي من هون. يلا جيجي لا تقعد، يلا اركض.